بسم الله الرحمن الرحيم. Our lecture will be about the hair coloring اللي هي صبغات الشعر. شو كان بداية الكالرينج؟ الناتشرال هير كلر التايروسين is naturally occurring. لو اجينا لجزيء الميلانين بنلاحظ انه في عنا شو هي الوان الكلر produced by melanins. في عنا شو هي الـ ideal characteristics of the hair dye؟ اوكي الـ level system. هلا مثل ما حكينا اول انه الـ level system يستخدم لـ determine the light. هلا اللون نوع الصبغة او الـ hair coloring بتكون من خطوتين، حالتين شو هن؟ الـ hair lightening او الـ hair bleaching اللي هي كيميا الالكلايزنج انجريدينت. شو هي انواع الصبغات اللي ممكن يصير الفروقات بينهم؟ الادفانتجز لإلها، اول شيء does not alter the structure of the hair، احنا ما عم نتغير ولا اي شيء بتركيبه الشعر. does not affect the client's own natural color، امتى ما بده بس حمام واحد برجع شعره الأصلي. give temporary color for the clients who do not want permanent color، واحد حابب مناسبة معينة يغير لون شعره، مش حابب يغير لون شعره دائما بس أو حابب يشوف كيف اللون رح يطلع على شعره، ممكن يستخدم هذا اللون. quick and easy to apply and washes out easily، سهل تحطه وبزول بسرعة. enhance and add brighter tones to dull hair، شعر كئيب هيك ممكن تضيف عليه شوية of the temporary color. first it must be reapplied after every shampoo، لأنه حكينا الأول غسلة كله بنروح، فأنا مفروض ضيفه أو أعمل له application بكل مرحلة شامبو. تاني إشي الـ color results may be uneven especially if enough friends is not applied، إذا ما نحط مظبوط مش ممكن الألوان الشعر ما يكون متناسبة أو ما يكون متوزعة بطريقة متوازية على كل لون الشعر. الـ color will run with moisture or perspiration، rub off on pillow and clothing، ده في تعرق في رطوبة بالجو على المخدات على البشكير على المناشف ممكن كله يعلق عليه لون الشعر. flake off when the hair is brushed or combed، بس تمشط شعرك او تفرشي ممكن تنزل هاي الصبغات. damaged hair will cause temporary color to penetrate the cuticle and uneven color will be evident، اذا كان الشعر خربان هاي بتصير عنا مشكلة انه هذا الصبغة ممكن تدخل ساعتها للكورتكس ويصير عنا لون الشعر مش منتظم. من أنواع temporary colors في عنا color lenses وعنا هاي last from shampoo to shampoo. certified colors عادة FDA approved مفروض تكون. coat the hair shaft أو في عنا color enhancing shampoo، يعني علبة الشامبو بيكون مكتوب عليها color enhancing اللي هي حكينا بالشابتر اللي قبله عن الشامبوز انه يستخدم to enhance الشعر اللون الشعر المصبوغ، يعني الشعر المصبوغ احمر اكتر اشي الشعر المصبوغ بحتاج اعادة ترينز دايما، فبنفضل دايما نستخدم له هذا temporary color اللي هي بتكون موجودة inside the shampoo. it consists of a shampoo and mixed with color pigment. it blend the color tones and it brighten and impart slight color. ممكن في عنا color mousses and gel، ممكن نفس الموس او الجل يكون في لون. it will make slight color or dramatic effects، عادة بيستخدموها بالتمثيليات بالستايلينج ايدز بالمسرحيات ايام بحبوا يستخدموها لعطول لون شعر مميز. الكريونز سبرايز الماسكارا مثل الاقلام التلوين السبرايز ماسكارا بالالوان ازرق اخضر ايوان الالوان الفانكي بتكون عادة كتير منها temporary colors. الكريونز الريتاتش نيو جروث
محل ما بيكون في عندي نيو جروث للشعر بيرجع اللون الأصلي. فممكن إنه بعض الألوان مثل ألوان التلوين تلون النيو جروث. طبعاً مثل ما حكينا هذا كله تيمبوراري، أول غسلة بيروح. اللبستكس مثل اللبستكس، سبرايز usually they bright party colors، أزرق فوشيا ألوان الغريبة عادة مش موجودة في الناتشورال، ممكن تكون color they apply directly to the. نيجي هلا للسيمي بيرمننت كلر. حكينا في عنا أربع أنواع to be applied. هلا لو طلعنا على هي الرسمة بتمثلنا طبقات الشعر. شو هي الادفانتجز اوف ذا سيمي بيرمننت كلر؟ اول شيء ذا ستراكشر اوف ذا هير از نوت افكتد. حكينا شويه من السمول مولكيولز تدخل انسايد ذا كورتكس، ليتل اور نو دامج. اذا ممكن احكي انه نو دامج لانه عندي المولكيولز قليله، او ذير از ليتل دامج. بلندنج للجراي هير حكينا ذير از نو لاين اوف ديماركيشن، بصير الفيدنج جرادجولي، فبالتالي ما بيشعر الكلاينت انه في عندنا خط. Introduce the client to more permanent methods of hair coloring to enhance their natural hair color by adding tone and depth. الزبون اللي بده يجرب صبغات معينة لون معين بيقدر يجربه، خصوصا انه بعد 6 ل 8 washes it will fade. Formulated as toners for blue lightened hair and safer to use on clients who are sensitive or allergic to paraffinylamine. لأنه معظم الكلر مولكيولز دول بتصنعوا من الكولتار، فا it is advantageous للزباين اللي حابب يجرب لون شعر معين مش عارف شو الإفكت إله على شكله. فهي عبارة عن وإذا ما عجب اللون 6 ل 8 ووشز لحاله بصير له فيدينج. هلا شو هي السيمي بيرمننت كلر ديسادفانتجز؟ اول شيء ليميتد شي. هلا السيمي بيرمننت كلرز في عنا ديفرنت ليفلز لها. بناخذ مثلا both the hair's natural color and the applied color. نيجي للبيرمننت كلر ادفانتجز، they simultaneously remove the. نيجي هلا للبيرمننت كلر ديسادفانتجز. اول شيء patch test must be given prior to every application. كل ما بدي أصبغ لون الشعر I have to make a patch test. ورح نجيها كيف بدي نعمل الباتش تيست. Due to chemical change the hair must reconditioned and carefully maintained. دائما حتى بتلاقوها مع الصبغات بيكون في عنا كيس للكونديشنر، مفروض نعمل لأنه إحنا عم نعمل له harsh treatment. أنا عم بفتح الكيوتيكال سكيلز، بدخل المولكيولز اوف ذا داي وبرد برجعها بسكرها. ف I have to condition and to make conditioning للهير حتى اضمن انه الكيوتيكلز رجعت سموث. Natural pigment is altered. انا عم بعمل interaction ما بين الداي بيجمنت والميلانين بيجمنت الموجودة في الشعر، فبالتالي رح يكون في عنا chemical changes. To remove the effects of a tint remover or retint to camouflage or cut the hair to remove it. ما عجبني لون الشعر وهي مشكلة البيرمننت كلر، شو ممكن اعمل؟ يا اني بدي اسحب اللون، يا انه بدي رد اصبغ مرة تانية غطي، او اني بدي قص الشعر. color can fade with time and shampooing too of color or harsh tones. الكلر الفيدنج اللي رح يكون مع الوقت بطيء جدا، لانه حكينا المولكيولز very tiny they enter inside the cortex. ممكن يتغير لونه لألوان مش اللي بدي اياها، فبالتالي الحل الوحيد اللي هي cutting the hair أو to camouflage it إنه أغطي بأصبغه بصبغات تانية. شو مثلا level 3؟ نيجي لل level 3 permanent color. level 3 حكينا اللي هي بدي أصبغ باللون البني مثلا أو اللون الأسود على بني permanent color. in this level both ammonia and peroxide are used. حكينا إذا بدي بعمل permanent color بدي استخدم الأمونيا والبيروكسايد alkaline media حتى افتح الكوتيكلز. tiny molecules enter all the way into the cortex where they react and expand to a size that cannot be washed out. شو اللي بصير في هالmolecules؟ هي very tiny، ليش ما بتطلع مرة تانية؟ بتفوت أول ما بتفوت للcortex بتنفش بتكبر بتبطل تقدر ترجع مرة تانية. your hair actually has to grow out over time. بده ليطول الشعر. this product acts to lighten the hair's natural pigment to form a new base and then to add a new permanent color. رح يتفاعل مع الشعر يعطينا لون أفتح.
The end result is a combination of your natural hair pigment and the new shade you choose. يعني أيام بيكون لون الصبغة موجودة على الشعر، لكل واحد يعني لو اشتراها نفس الصبغة أكثر من واحد، كل واحد راح تطلع عليه بلون مختلف حسب شو هو الناتشورال كلر اللي هو available already inside your hair. That means the color may appear different on you than on someone else using the same color. Regular touch-ups of 4 to 6 weeks are generally needed to eliminate the roots. حكينا رح يكون في عندي line of demarcation، فكل شهر لا شهر ونص أنا مفروض غطي ال demarcation حتى يضل لون الصبغة مثل ما هي. With your natural color growing at 1/2 inch per month from your scalp. إنه كل شهر بطول شعرنا تقريباً 1/2 inch 2 سنتي 1 سنتي، فهذا الواحد سنتي بضل يفرق، إذا طول رح يصير فرق line of demarcation كبير، يعني رح يكون natural hair والشعر المصبوغ، فمفروض أنا دايما أصبغ الروتس حتى يبين اللون الشعر موحد. هلأ البيرمننت كولر حكينا عبارة عن داي وبنخلطها بأوكسيدايزينج ايجنت بوجود وسط قاعدي. هلا البيرمننت كلر از ميكس وذ ان اوكسيدايزنج ايجنت. الاوكسيدايزنج ايجنت يعني بنسميه هيدروجين، عاده الهيدروجين بيروكسيد، الاكسجين بنقول اللي هون، او الديفلوبر. ممكن يتسمى البيرمننت كلر اوكسيديشن تنت لانه احنا بنكسد الشعر على اساس البينتريتنج تنت، انالين ديريفاتيف تنت، بيرمننت كلر، هي كلها ات مينز بيرمننت كلر، فاذا سمعتها بتعرف انه احنا بنحكي على بيرمننت كلر. These two components must be mixed with an oxidizing agent. فإذا أنا بدي أصبغ بدي داي مع هيدروجين بيروكسيد حتى أعمل complete dye. هاي الداي رح تتفاعل مع natural color in my hair to give me a new natural looking color. Alkali environment must also be present for the chemical reaction to take place in permanent hair color. This is commonly ammonia. ليش بدنا الالكالي environment؟ أنا بدي الالكالي environment حتى تفتح لي الكيوتيكلز بالهير شافت. فإذا فتحت الكيوتيكلز ساعتها المولكيولز of the permanent color will enter inside اللي هن عبارة عن داي وهيدروجين بيروكسيد حتى تتفاعل مع الميلانين الموجود في الناتشورال كولر تعطيني a new color. فقديش الكونسنتريشن بدي احط من الداي ستاف؟ الدفر قديه انا بدي اصبغ، قديه بدي اغير لون، فالدفرز فروم 0.01 to 5% according to the shade desired. كل ما بدي شيد بدي فتح كتير عن natural hair بدي صبغة أكتر. البروسيجر involved هل أنا بدي أشتغلها under hot condition, cold conditions, dyes and stuffs of the stuff used، شو نوع الصبغة اللي بستخدمها، شو نوع الماتيريال اللي بدي استخدمها. التايم اوف كونتاكت كمان بتفرق من 5 لساعة لربع. shorter time usually necessitate higher concentration، إذا بدي وقت أقل معناته بدي أرفع الconcentration. كمان الـ إذا الوقت قليل معناته البليتشينج أقل by peroxide، مش عم بعمل بليتشينج يعني ما بدي فتح كتير. الأماونت it varies between 15 to 100 ml طبعا حسب طول الشعر وقد الكمية اللي بدي أصبغها. treatment after coloring قد ايه شو التريتمنت اللي بدي اعملها بعد الصبغة حسب كمان طبيعة الشعر، هل هو الشعر خربان بالاصل ولا الشعر مليح. conditioning after coloring enhances the durability of the color by helping close the cuticle layer. مهم جدا اعمل سكر الكيوتيكلز، اذا ما تسكرت الكيوتيكلز ساعتها معناته المولكيولز رح ترجع مرة تانية تفتح ويطلع يصير فيدينج للون الشعر. in summary هذا بيوضح لنا انواع شعر. طب قدمي بيرمننت ما راح ادخل فيها، هي تمبوراري لاحظوا المولكيولز اوف ذا هير، خلينا هون شايفين المولكيولز جاي بس على الكيوتيكلز، المولكيولز فقط على الكيوتيكل، حكينا كفر براني. السيمي بيرمننت بعض المولكيولز ات ويل انتر انسايد، بالبيرمننت كل المولكيولز بتدخل inside to the cortex. وهيك بنكون خلصنا الجزء الأولاني from our part of hair coloring. إن شاء الله المحاضرة اللي وراها رح نيجي نكمل على باقي الهير كولر. و thank you for today.